زين، يتيب العربي سووا لقاء مع أستاذة شجون وسألوها عن انتقادي لها في ملاك رحمة، بالذات في المقطع اللي هو كانت تقلد فيه الله يرحمها سعاد حسني، إن بانو بانو ما شنو، وإن شنو، إن هون فرق بين الثرى والثريا، وإن أنا قلت يا أخي، إن أنا تكلمت عن الناس اللي قالوا، إن مسألوني قالوا لي مي يعني شنو الأستاذة، شنو المشهد الرقص الشرقي اللي قاعد ترقص، قلت لها يعني اعتبروها أخوكم الصغير، وأنا لما تحكي والله وقلت أخوكم الصغير والله في لقاء حقها إيه طلعت وياي، وقالت شو اسمه، وقالت إنه أنا بداخلي طفل ولد مو بنت، خلاص. فاحنا انا قاعد اتكلم على مبدأ كلامها، هي طالعه تقول انا بداخلي طفل ولد مو بنت، اوكي. واللي بعضهم يدشوا لي ويقولوا لي، يقولوا لي ترى هي كانت تقول لك يمه وهي قد بنتك ولا قد احفادك. اولا أنا ما عندي عيال عشان يكون عندي أحفاد، أوكي؟ وأنا عمري 44 سنة، أوكي؟ وهي عمرها 34 سنة، يعني مثلاً أنا هل أنا يفرض إن المفروض أنا حكاية إن والله يعني أنا أكون مثلاً حامل فيها وأنا عندي 10 سنين؟ بالمنطق بالعقل. يعني أنا ما أقدر أقول حق واحدة أكبر مني بعشر سنين أقول لها يمه، ما أقدر، أوكي. وثاني شيء هي تقول، هي باللقاء كانت تقول لك يمه، يا حبايبي هي ليس، وفي بعض المواقع قالوا مي اتهمت أو قالت إن شجون لقيطة، بابا أنا ما قلت إن هي لقيطة، أوكي. وهذا الشيء هي طلعت وتحجت فيه، وهي قالت عن نفسها لقيطة، أنا ما قلت عنها لقيطة، أنا ما، هذا مو ذنبها ولا ذنب أي شيء، هذا ذنب يعني المسؤول عن هذا الشيء. انا ما تحكيت ولا عمري قلت ولا قلت عنها لقيطه، ولكن انا قلت وكنت واضحه، قلت هذا يبا انتم قاعدين تقولون والله هي كانت تقول لك يمه، يا بابا هم في دور الرعايه في الشؤون الايتام يعلمونهم يقولون حق من يكبرهم بالعمر لو 5 سنوات يقولوا له يمه كامرأة، وإذا كان رجل يقولوا له يبا كنوع من التعويض العاطفي. أنا لا قلت، لا تقولوني شيء أنا ما قلته، أوكي. هذا أول جزئية. فهي تقول، هي تقول حق الكل، ترى ما كانت تقول لي أنا بس، ترى هي تقول حق أي أحد، أي مرأة أكبر منها 5 6 سنين يمه، هي تقول خلاص، هي لازم الكلمة في حلجها. وإذا شخص أكبر منها كرجل تقول له يبا، أوكي. أنا واحدة اللي أكبر مني بالعمر، أوكي، يكون مقارب لعمر أبوي أو أقل شوية من عمر أبوي بشوية، أقول له عمي احترام، أوكي. بس فما اقول، ما اقول له يبا، اقول له عمي. او اذا امراه مقاربه الى عمر امي او اقل شويه من عمر امي اقول لها خالتي بس، اوكي. احنا اجتماعيا كذي متعلمين، هي ظروفها الاجتماعيه في دور الرعايه هم كذي ربوهم يعلمونهم، هي ولا غيرها. ما عباكم انت تقولي انا بس يمه، تقولي انا وغيري، وانا بيني وبينها 10 سنوات، وانا ما استحي ترى ان انا عمري 44 سنه. اي في ناس، اي في ناس، في ناس عمرهم 20 22 23 او اقل من ذلك، اوكي.
انا اقول لهم يعني لما يقول لي مثلا خالتي عادي ما تزعجني الكلمه، اوكي، وانا ما استحي لان انا قاعد اقول عمري، انا ما مو مسوي نفسي صغيره على الحب، لا 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 لا، اوكي. بس هذا الموضوع. وبالنسبه لي هي اللقاء اللي هي راح تسويته وقالت والله انا سمعت انها تحكوا وهي بنت ديرتي وانا ما شنو، اوكي هذا الموضوع انا ما ادخلها على جنب، اوكي. لكن هي حكايه يا شجون انك ما شفتي، لا حبيبتي انت تشوفين، انت تليفون ما يطيح من ايدك، اوكي. ولا تنسين ان انا عاشرتك فتره من الفترات وشفتك، انت تنامين التليفون يمك، انت يعني والنوم بعيونك تفتحين التليفون كذي بعين واحده تطالعين، ما تتركين التليفون من ايدك نهائيا. فلا تألفين عن الناس شيء مو موجود، يعني لا تقصين اعلاميا. انا وحده ما يعني ما اكذب اعلاميا، حق شنو اكذب؟ لكن في غيرك يكذب. والمسلسل مو حلو، قصب طيب حلو اوكي. في اشياء وايد غير منطقيه، ولكن هذا لا يعني انه حق. اوكي متابعه، شوفوا في فرق بين النجاح وبين المتابعه، اوكي نفرق شوي. في وايد اشياء مو حلوه والناس تتابعها يا جماعه. القنوات الاباحيه في العالم يتابعونها ملايين ومليارات، لكن هي شنو قاعد تقدم؟ سخف وانحلال وعدم احترام ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. اوكي في فرق، في فرق يعني حسب القيمة المقدمة، والعمل فيه أخطاء كثيرة. وأنا سبق وقلت حق أحمد العوضي مؤلف قبل 3 أسابيع، أنتوا عاد حاقدين علي لأن أنا والله حركت أحداث المسلسل قبل 3 أسابيع من نهايته، لما طلعت وقلت، قلت هو الخيالات أو الهلاوس البصرية اللي قاعد قاعدة تعيشها شخصية رحمة هي غير حق، ليس 100% هي خيال، ولكن لا في واقع، في مشاهد واقع، بس هم يبون يخلطون الخيال بالواقع عشان يدودهونك أنت كمشاهد، وبالتالي عشان يعني في عشان ان تصدقون ان هي مريضه، حتى هو شخصيه اشهاب، ان والله ان هذه ترى ان هذه يعني مريضه ومو صاحيه وما شنو، عشان الناس لا تصدق، ان اللي حواليهم لا يصدقون ان هذه فعلا يعني مو قاعد تتبلى عليه، وان فعلا في شيء ما بينهم. بس فعلا هذا صار في النهايه، راجعوا الفيديو اللي انا قلته قبل 3 أسابيع راح تلاقون الحكي اللي انا قلته. اوكي. واضعف ممثل في المسلسل هو عبد الله عبد الرضا. بس كون المنتج هو راز نفسه. بس. اضعف. في واحد جاي يواجه خصمه اللي انتصر عليه. ويا يقول له انا حطمتك في المشهد الاخير اللي عند اللي رايح له السجن، اداء بس فاتح لي عينك على الاخر وراسم لي ابتسامه طول، هو الاداء كله هو اداء، هو بس رياكشنين، فتحه العين والابتسامه بس، ماكو رياكشن ثاني، ماكو، ما في ريكشن. وهذا نرجع نقول يا جماعه، حتى لو خريج معهد، خريج المعهد يبقى المعهد يعطيك اسس، يعني يعطيك اسس، يعطيك رخصه ان انت
خلاص عرفت أدواتك، لكن الموهبة شيء ثاني، المعهد العالي ما يعطيك موهبة. عبد الحسين عبد الرضا اللي هو جده، اوكي، عبد الحسين عبد الرضا ما درس في المعهد العالي، مخرج فنون مسرحية، هاك رجل موهوب، الله خالقه كذي خلقه. حياة الفهد ما درست في معهد لكن موهوبة. سعاد عبد الله تكاد تكون هي الفنانة الوحيدة اللي درست، اللي عندها موهبة وسقطتها بالدراسة في المعهد العالي. يعني من تحكي عن الرواد، ففي وايد أشياء، في أشياء وايد غلط في الأداء. وثاني شيء، في واحد رايح يواجه خصمه ويقول له أنا انتصرت عليك وحطمتك وأنت قاعد تلعب بالمصباح، عبد الله عبد الرضا يعني ويح قلبي، ما هذا؟ لازم المصباح، المشهد له لزوم ما له لزوم، لازم المصباح. ما أدري يمكن ماخذه دعاية، ما أعرف والله. عموما يلا، واحد شي يقول الحين عاد لازم استقبل ضيفتي.